النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملة. في الفترة الممتدة ما بين عامي 1974 و1981 يظهر بوضوح سعي الأخوين رحباني في التفتيش عن خط جديد. هذه الفترة ابتدأت مع مسرحية لولو. لولو هو اسم فتاة حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة قتل رجل، وقبل انتهاء مدة تنفيذ عقوبتها بشهر واحد اكتشفت العدالة براءتها وأعادت إليها حريتها. لولو تتهم الأهالي الذين استقبلوها بالغناء بأنهم كانوا السبب في سجنها، وبما أنها لا تنسى موقف الأهالي ولا أيام السجن القاسية، لذا فهي تهدد بقتل واحد من الأهالي كونها دفعت ثمن الجريمة سلف. الخوف يسري في قلوب الأهالي، الجميع في حالة هلع كون كل شخص مرشح أن يكون الضحية. رعد الهبيل الذي لا يطيق وجود مجنونين يقدم الحل لزوجة القاضي، فتستدعي لها طبيبا نفسانيا لإثبات جنونها. عندها يصبح بالإمكان إدخالها مستشفى الأمراض العقلية، وهكذا يرتاح الناس من شرها. وبالمقابل لولو كانت تعد لائحتها فتوضع تحت مراقبة رجال الأمن، ويحضر القبضايات ليهنئوها، ويدور استعراض البطولات والمراجل، فنكتشف أن هؤلاء القبضايات هم قبضايات وهميون يتسلون بقصص من خيال زمن الفروسية المنقرض. وتنتهي المسرحية بحفلة أقامتها لولو، حيث التقى الجميع، القاضي والنائب اللذان كانا على رأس لائحة لولو وجميع الأهالي. معك ورقة وقلم؟ نعم. أي تقلك؟ بدنا نبلش بالشغل، لازم نعمل ليستة بأسامي أهل البلد حتى ننقي الشخص اللي بدنا نقتله. من كل عقلك؟ ولك دافع سلف 15 سنة هيك روح ودعان؟ أي تقلك؟ اتفضلي. القاضي اجروا 42. المحامي اجروا 43. منصور بايك الأغواتي والسيد عقيلته. والسيد عقيلته؟ شو عزمتيون على كوكتيل؟ أيد اسمك. أنا كمان أيد اسمك. ما أنا السكرتيري. ييه علينا ولك، ليش ما بدير لك؟ نحن رح نأيد كل البلد ونقتل واحد بس، إلك شانس تموت نص بالألف. ما هو اللي مثل حكايتي شانس وعاطي؟ شو بعمل لك؟ بيكون عمرك خلص. تفضلي شرف. لولو اهلا وسهلا سيدنا القاضي. عرفتيني؟ ولا وعرفتك اسمك براس الليستا. اي ليستا؟ بكره بتعرف امر. الامر انك تلزمي بيتك. لا ما تكتري سؤالات، عم حكيكي بطريقه حبيه. مبين الحبيه مبينه. لو واحد يحكي ليش يحكي لكلمه؟ ده ساكت احسن. حضرة المفوض خلي راقبوها مظبوط بس ما يتظاهروا. في مطارح كتير بيقدروا يراقبوا منها، خلف شوي بالقهوة بالشارع التاني بدون ما يخلوها تلاحظ. مسرحية لولو ذات طابع مدني مميز، لا بل إنها تعكس أجواء المدينة البرجوازية، سهر، لعب مار، حفلات راقصة، أزياء أنيقة، ولائم عامرة. أما الشخصيات في هذه المسرحية فهي نماذج لم تكن موجودة لدى عاصي ومنصور، فهنالك ماسح الأحذية والطبيب النفساني ومرشح الانتخابات. حتى لولو التي لعبت دورها فيروز فإن هذه الشخصية تملك كل أبعاد الشخصية المدنية، وبانفصال واضح عن شخصية الفتاة القروية البسيطة الطيبة أو المرأة الداعية للحب الرافضة للظلم أو البطلة التي تموت من أجل وطنها أو الصوت الذي يغني الوداعة والجمال والمحبة والعدل. إنها لولو سويعتي التي يمكن أن تقتل في أي لحظة في حالة من الدهشة للذين تعودوا على فيروز الأمس، ولا شيء يربط ما بين لولو وزاد الخير وهيفا وعطر الليل وريمة
إلا الأغنية التي تأتي أحيانا من ضمن السياق مثل أغنية إنسى كيف، وأغنية من خارج السياق مثل راجعين يا هوى ونطرونا كتير. هذه الأغنية تأتي في معانيها في عبارة هادفة أو في موقف عدلي يعيد فيروز كما عرفناها إلى جانب مظلومين في أي مكان في الأرض. الله محيي المراجل، الله محييكي. أهلا بكم، أهلا. أهلا بأهل المكارم، أهلا بنا وبيكي. مين اللي قتل حنون؟ أنا اللي قتل حنون. كمان يا أبو الشبك؟ أخذ فرضه علي ولا؟ وأخذ استحكام. طيب وعشرين متر المسافة بينا. أنا فعدك أخذ خنجر وناولته مثل الهنود الحمر. يا حي الهنود الحمر. بشيان موجود بابا، موجود. شو صار بالملعب؟ هذا كان في ماتش. ايوه هذا انا جولر. طيب هذا لبطل، هذا فوتبول. نحن خسرنا، اجوا على راسه. فيرتشي؟ فيرتشي بابا مارت اسفر دي زبولان تونس مزرقو ميكا تزرقو انك زرقو يسرقي انك زرقو يسرقي انك زرقو يسرقي انك زرقو. بابا هذا اخذ كلاشينكوف درجة. Charles Unary, how about that team? وينك يا أخ العرب؟ صبح البدوي قال هاني ولد عمي بالعافي جمع بار غار وبني قطان يا والهنوال أردو الفتى بالرصاص ويتم ولده. أيوة وشمتت أعادي بنا وتغيرتها ليه؟ أخذت سيفي وحصاني وطحت على الفرسان. أيوة والصقر ينده وشرب الموت يا حلالي. جندل تفايد وزايد وأكرم حديبان ومهبج ومثلج وأخذت الطار يا خال اليونس. انا قتلت اليونس ودفعت حقه 15 سنه. عيني وغيره وغيره كمان الله العليم واحد لم يدري احد به. سلام. وبكره كمان واحد. مين بكره؟ الخبر يلمع وبتعرفوا مينه. دخيل عرضك يا ليون ولهيئتها بتقتل. بابا انا ما بين مشاكل انا بي. تمثل اللغة الرحبانية في مسرحية لولو انعكاسا حقيقيا لاختبار الحداثة في المسرح الرحباني في اللغة والمضمون. فالمسرحيات السابقة للأخوين رحباني واجهت أجواء المدينة بشخصية فيروز المرتبطة بالقرية بشكل ما، إلا أن لولو قدمت تنازلات لمصلحة الحالة المدينية فتبنت المظاهر الاجتماعية في المدينة في لغة تدور ما بين شخصيات هذه المسرحية بعبارات وهموم لا نسمعها في القرية. فهنالك هم توقف السهرات نظرا لتهديد لولو بارتكاب جريمة، الجميع خائفون من الخروج خارج البيت ليلا، وحوار نايف بودرع خطيب لولو السابق والذي يظهر بملامح خجولة لشخصية البلاي بوي.
ففي هذا الحوار الذي ينقاد برومانسية تنكسر فجأة وبطريقة حادة، جاعلة من هذا الحوار حالة كوميدية. وحوار لولو مع مرشح الانتخابات، وحوار لولو مع طبيب النفساني المتنكر كحلاق نسائي. لولو هي نتيجة سلسلة المظالم والأخطاء المرتكبة من ملوك وولاة وحكام في ناطورة المفاتيح وصح النوم والشخص وحتى في جبال الصوان. لولو التي كتبت في أواسط السبعينات هي انعكاس موقف الشعب من السلطة، فكل فرد من هذا الوطن لديه الإحساس بأنه لديه الحق بارتكاب العنف لأنه دفع ثمن ذلك مسبقاً. فلولو الخارج من السجن هي رمز الحكم التعسفي الظالم الذي حبس الإنسان في المسرحيات السابقة. من هنا يبدو خروج لولو كما أراد الرحبانيان أن يصوراها هو ليس فقط للانتقام من حكام مجهولين، بل من حكام معروفين، وسجنها ظلما لمدة طويلة كان يجب أن يكون طويلا ليظهر مقدار الظلم الذي ارتكبته السلطة في مسرحيات سابقة. إنها فضيحة القوانين المدنية التي فشلت في إرساء مجتمع المساواة والعدالة، لذا حصرت لولو انتقامها في القاضي لأنه رمز القانون والحقوق ودهاليز المواد المكتوبة في كتب النظام. هاجم الرحبانيان ببراعة الحالة السلطوية دون الوقوع في الثوروية المباشرة، فلولو عاصي ومنصور لم ترد الانتقام من مسؤولين أعلى من القاضي، إذا كان من الممكن أن تحضر لولو للانتقام من رئيس أو وزير، لكن في هذه الحال كانت مضامين المسرحية ستأخذ منحا آخر، وهذا ما لا يريده عاصي ومنصور، لأن من هم أعلى من القاضي أصبحوا ساقطين حكما لديهما. فعاصي قال لمنصور قبل بدء الحرب اللبنانية عندما طلب منه أن يبدأ بتلحين مسرحية أليسا التي كانت جاهزة بعد أن انتهيا من كتابتها: أنا حاسس يا منصور إنه كل شيء انتهى واللي وعدنا فيه مش رح يصير. فالرحابنة أحسوا ببدء العاصفة قبل وقوعها، لذا جاءت مسرحية لولو في ثورتها على البرجوازية الصغيرة الهادفة أبدا نحو الإقطاع السياسي، وبذلك تلافى عاصي ومنصور مواجهة نظام منتهن في سهولة المألوف وببراعة الخبرة والإبداع. خلصت الحفلة، خدني لعندك يا جدي. المجنون له حق يحاكم العالم، طيارات رمادية مثل الترغال، انفجار القنابل الفضي بلون الشمس، ناس بالخنادق، ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذب، صار الحبس كبير، وكل حكم بالأرض باطل. حللت العظام كيسك يا جدي. نحتاز فعلا مع شخصية لولو، فهي مظلومة تشعرنا بظلم يطغى عليها، وأحيانا فقيرة تشعرنا بفقرها، فإذا بها فجأة تتصرف كالقبضايات، لا بل تزايد عليهم، وفي مكان آخر تقول بأنها أرسلت جدها ليأتي بالأموال. من أين؟ لا ندري. وهل كان المال مشكلة أصلا لدى عاصي ومنصور؟ فنحن لم نرى لديهما مشكلة المال إلا عندما انتقلا إلى المدينة، ومع هذا علينا أن نصدق معهما بأن جد لولو كان يدير أملاكها، وهذا ما يبرر مصدر الأموال لحفلة الختام الباهظة التكاليف. لم يعطي سياق اللغة والحوار الحق للولو بأن تقتل، فقد نقبل مساياراتها لأكاذيب القبضايات بادعائها بقتل يونس، إلا أننا لا نستسيغ التهديد الواضح الذي ليست فيه مواربة لقتل القاضي. هذا القلق والانتظار وسوء الفهم الحاصل مع غياب ماسح الأحذية ولغة لولو غير الواضحة فيه من عبث الحداثة لدى الأخوين رحباني، ليجعلا من اللغة وسيلة سوء فهم
وليس العكس في مجتمع المدينة حيث تتشابك العلاقات الإنسانية، وأحياناً نجد لدى عاصي ومنصور سلاسة اللغة والمضامين الواضحة ليشكل هذا المزيج في مسرحية لولو التقاء مذهب العبث مع الخلفية المشبعة بالإيمان والمرتكزات التراثية، ليكون اقتراب الرحبانيين من العبث تقنياً وليس فلسفياً، وليكون المضمون دائما هذا القلق المصري الذي نقلاه إلى بعد ميتافيزيائي يعكس حالة القلق الاجتماعي وحتى السياسي، ولتكون بالتالي مسرحية لولو المسرحية التي غاصت في أعماق المدينة فوجدت أن الظالم والمظلوم لا يمكن تحديدهما بالأسود والأبيض. عودة الجد إلى لولو أعادت وطن الرحابنة الضبابي في زمن ما قبل العاصفة وغيمها الأسود. لنا لقاء آخر مع اللغة الرحبانية في الأغنية والحوار في حلقة قادمة، فإلى اللقاء. انتو انا يا من بقى نوقف على حدود السهل وعلى السما الزرقاء مرسوم طريق النحل. طريق النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملّة.